بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في جلستنا اليوم. أنا معاكم هاجر يوسف، طالبة جامعية وحكواتية إماراتية، أحب رواية القصص للأطفال ومن يحب القصة. معاكم اليوم راح نسرد قصة ضيف ملهم. جمهورنا العزيز، كما عودناكم سابقا باستقطاب كوادر شابة، في جلسة اليوم نستضيف ناشطة اجتماعية عائدة للتو من رحلة تطوعية في زين جبار لإعادة ترميم عيادة في قرية محتاجة. إنها عليا الكوهرجي، الكاتبة والباحثة التي أخذت من العلوم الكثير، حيث تهتم بشكل خاص في علم النفس، وهي إضافة إلى ذلك ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وعاشقة للسفر والتعرف على ثقافات العالم. جمهورنا العزيز، سنكون مع جلسة مميزة ذات طابع مختلف، وخصوصا عندما نعرف أن دافع عليا الأول لخضوع عالم التواصل الاجتماعي هو ولعها بالفن، وبالأخص بسبب عيونها الثلاث. عينان خلقهما الله في وجهها ترى بديع خلقه، وعين ثالثة هي عدسة الكاميرا الخاصة بها، العدسة التي توثق عبرها لقطات مميزة من الحياة، كما أن هوايتها في خلق المحتوى عبر التصوير الفيديوغرافي وتحريره جعلها صانعة محتوى مميز. دعونا نرحب بالمصورة المبدعة عليا الكوهرجي. مرحبا حبيبتي وعزيزتي عليا. أهلا ومرحبا بك. بداية، حدثينا عن عليا وعن بداية مسيرتها في عالم التصوير. أول شيء حابة أني أشكركم على استضافتي اليوم وعلى هاي المقدمة الجميلة، وثاني شيء أحب أقول عن بدايتي في عالم التصوير. أني أنا من صغري الوالدة كانت تحب التصوير، فكانت تصور وتراويني كيف أصور، فدائماً كان عندي هالولع في أني أوثق اللحظة. فمن صغري كنت أصور، وتعرفين على أيام قبل التصوير ما كان ديجيتال، فكنا يعني وايد نتعنى لين نطلع الصورة عدلة. فهاي كانت بدايتي في عالم التصوير، وبعدين انتقلت للتصوير الديجيتال، وكان في أيام فليكر، وكنا وايد نتنافس على التصوير الإبداعي وشي. جميل جميل. لين الحين نتنافس، ولين الحين المبدع يبرز نفسه. أود حبيبي، أن أسألك حول تعبيرك عن التصوير بعينك الثالثة، والتي أيضا ذكرتيها في حسابك في الإنستغرام. حدثينا سر هذا الوصف. دائماً إحنا نحاول نوثق شيء نحاول نشوفه بعيوننا، لكن سبحان الله اللي عيوننا تشوفه مستحيل نقدر نوثقه في صورة. فقد ما نقدر نخلي الكاميرا هي عيننا الثالثة عشان نثبت فيها الشيء البسيط اللي نشوفه من بديع خلق الله. صحيح. هل تختصين بمجال أو نوع محدد من أنواع التصوير الفوتوغرافي؟ لا والله ما عندي نوع معين من التصوير، يعني مثل ما يقولون أوثق الجمال. أنا إنسانة أعشق الجمال، فأحب أني أوثق الجمال، ويعني استخدمت هذا الشيء في مجالي كناشطة اجتماعية. استخدمت حبي للتصوير في أني أوثق الأشياء اللي أنا أحبها في الفن، مثل أني أبرز الأزياء بطريقة معينة، مثل أني أصنع المحتوى بطريقة معينة. فهالشيء وايد ساعدني أني أحاول أني أتميز عن غيري. جميل. وأنا أيضا من متابعاتك وأشوف كل اللي تنشرينه في حسابك. وايد أحب تصويرك، وايد أحب الشغف اللي أشوفه في الصور، وحتى كلماتك اللي تستخدمينها. ما هي أول كاميرا اقتنيتيها يا عليا؟
فاقدين ما أذكر. أكيد كنت أستخدم يعني كاميرات الوالدة مثل ما قلت، يعني هي الكاميرات اللي كانت بالفيلم وبالتحميض وغيره، بس الكاميرا الخاصة فيني أذكر أنها كانت في حفلة تخرجي من المدرسة، يا أبوي لي هدية، وكانت كانون 70D. اوكي حلو، احلى احلى هديه، احس انك فرحت فيها وايد لما شفتي ان الهديه كانت كاميرا. طبعا طبعا، لأن هذا شيء شغفي في هالموضوع. حدثينا عن التحديات اللي واجهتيها وكيف تجاوزتي هذه التحديات. التحديات في عالم التصوير بشكل محدد هو يعني يمكن إن مثل ما قلت لك قبل شوي، إحنا نشوف وايد، نبغي نوثق وايد، بس الكاميرا ما تلقط وايد من الجمال اللي احنا نشوفه. فهني يعني نحس ان هالشي يصعب موضوع تحويل الصورة الجميلة اللي في راسنا لصورة جميلة نراويها للناس. ايضا مثلا من الصعوبات اللي في الواقع موجودة، مثلا في اماكن ممنوع نصور فيها، الاضاءة وغيره وغيره. كيف تجاوزتيها هذه التحديات؟ شوفي الموضوع اني يعني اني احول الفكره لصوره، دائما نتجاوزها بان نطور نفسنا. يعني يمكن انا تصويري قبل، حتى ما بقول لك قبل 5 سنين، قبل سنه تصويري كان جدا غير عن تصويري اليوم. صناعتي للمحتوى، فكري، وإني أحاول أكون خلاقة في ترى التصوير مش بس تصوير يعني بحد ذاته، مو بتشك ونحطه، لا، في التعديل، في التحرير، هاي الأشياء كلها تلعب دور كبير في موضوع أن نخرج بالصورة اللي إحنا في عقلنا. فإن نطور نفسنا في هالمجال وايد يساعدنا أن نحن يعني نوصل شوي من الجمال اللي نشوفه. أما موضوع أن الأماكن ممنوع، سوري قاطعتك، عادي عادي كملي كملي بالعكس. إنزين، أما موضوع أنه الأماكن الممنوعة وغيرها، طبعاً يستوي بعض الأماكن أن ناخذ تصريح مسبق، بعض الأماكن أنه مثل يعني تصوير الدرون شوي صعب لأنه يدخل فيه أشياء يعني أمنية وغيره، لكن بالمقابل في أماكن ثانية نقدر نصور فيها بالدرون ونبدع فيها. فما نحط هالمحدودية، محدودية الكرياتيفيتي اللي في عقلنا. طبعا طبعا، حتى في وايد ناس مستهينين في فكرة صانع المحتوى، بأن نفس ما أنت قلتي إن نحن مش مجرد صورة وتنحط في السوشيال ميديا أو في مواقع التواصل الاجتماعي، بل هناك عدة خطوات علشان أنت تقرر تحط هذه الصورة أو تنشر هذه الصورة ولا لا، إنك أنت تعدل، تضيف لون معين، ترفع لون معين. هذه التعديلات وهذه الخطوات تاخذ وقت وجهد من صانع المحتوى المبدع خصوصا. فأكيد أنت من هذا من الصناع المبدعين اللي كنت تتعبين على المحتوى. ما هي الصورة؟ طبيعي، تفضل. سوري، طبيعي هالشيء، وخاصة في موضوع يعني أنا يمكن يعني ما طرقنا لهالشيء، أن التصوير الفوتوغرافي يعني ممكن يوصل جزء من الصورة، أما التصوير الفيديوغرافي هو هالشيء اللي أنا دخلت فيه مؤخرا وأحاول إني دائما إني أطور فيه، لأنه يوصل الصورة الكاملة، يوصل المشاهد الكاملة، وبالإضافة لأنه يجذب المشاهد أكثر. بس طبعا التحرير للفيديوغرافي وايد أصعب مراحل من التصوير الفوتوغرافي، لكن الإبداع فيه أكثر. أكيد أكيد هالشيء. وعن المقاطعة، قاطعيني قد ما تبين، نحن اليوم نبغي نسمع عليا، نبغي نعرف عن عليا، ونبغي نعرف قصة إبداعها. فالحين حدثيني أكثر عن أهم المواقف المؤثرة في مسيرتك.
يمكن آخر رحلة لي في زنجبار هي كانت أكثر الرحلات اللي، أو يمكن هي الرحلة الوحيدة، أنا هاي كانت أول رحلة لي في التطوع، كانت عن طريق شركة هوب ميكرز، وأشكرهم من هذا المكان على هالفرصة اللي أتاحوها لي. وأنصح أي إنسان إنه لو مرة واحدة في حياته إنه يسافر تطوعيا. الموقف اللي أثر فيني طبعا، أنا كنت وايد أحاول إني أوثق اللحظات، يعني اللي قدرت أوثقه ولا 1% من اللي كنت أشوفه. لكن في طفل كان من ذوي الهمم، فيوم كنا سايرين المدارس ونوزع الهدايا وغيره، الطفل هذا ما كان ضمن المدرسة، فيعني شفنا نوزع الهدايا وشو طالعنا من بعيد، فبعدين صرنا وعطيناه هدية، يعني هو صح يعني ما كان متوقع، وتم يصيح، يعني أنا شخص ما أصيح بسرعة، ودميت أصيح، دميت أدمع، يعني اللي وايد أثر فيني هالموقف، ويعني حتى الصور اللي صورتها يعني من كثر ما أنا كنت متأثرة ما طلعت بالصورة اللي أنا كنت أشوفها بعيوني. جدا مهم ان نحن نوثق هذه اللحظات اللي تشعرنا بالسعاده، تشعرنا بالاحسان تجاه الناس، وان نعزز كلمه الناس للناس لما نحن نوثق هذه اللحظات. شو اهميه ان نحن نصور هذه اللحظات وننزلها كمنشور او ننشرها في التواصل الاجتماعي؟ ليش هذا الشيء مهم؟ في ناس يقولون هذا رياء، انت شو رايك انت كعليا ان يوم انا اصور رحلة تطوعية وأحطها، شو رأيك أنت كعليا بأن هذا الشيء مش رياء، هذا الشيء أكبر من شيء؟ أبدا أبدا مش صحيح، لأن كصانعة محتوى كناشطة اجتماعية أنا من واجبي أني أشجع الناس أنهم يسوون هالشيء. لو تسأليني أنا كيف استويت ناشطة اجتماعية، كانت الفكرة الأولى في راسي أني أبغي أوصل رسالة، أبغي أوصل للناس أشياء أنا أسويها، وأباهم أنهم يعني يتشجعون يسوونها. يمكن في وايد ناس ما عندهم الشجاعة يقولون أوه أفريقيا نخاف، ولا غيره، ولا أي دولة من دول العالم إذا كانت من يعني دول مش بالمستوى اللي إحنا عايشين فيه، كانت من الدول تحت خط الفقر أو غيره، الناس بشكل عام يخافون، لكن يوم يشوفون شخص ساير وبأمان ضمن مشروع مرتب ومنظم وبكل أريحية، لكن في نفس الوقت يقدمون للفقراء، يقدمون للإنسان، هني الناس يوم يتشجعون، هاي هي الرسالة اللي لازم توصل عبر الناشطة الاجتماعية. صح، لأن كل قصة أو كل حكاية من صورة أو فيديو هي تأثر في الناس، فهذا واجب صانع المحتوى. طيب، ما هي الصورة التي وثقتيها وما لا تستطيعين نسيانها؟ بعد بقول لك هي نفس الصورة، يعني رحلة زنجبار هي اللي يعني أبدا ما أنساها في كل المراحل وكل اللقطات، يعني صرنا دار المسنين وصرنا المدارس، حسيت بقيمة كل شيء عندي. هذا أول درس تعلمته من هاي الرحلة، إن إحنا في نعم، لكن مثل ما يقولون بالإنجليش we're underestimating it، أو إحنا ناخذها يعني نضمن الأشياء فما نحس بوجودها، لكن يوم نشوف الناس إن مجرد القلم يعني لهم، كأنه يعني القلم اللي إحنا نشوفه بس شيء، القلم يعني لهم هدية، هني نستوعب إن إحنا إيش كثر هامبين النعم اللي نحن فيها. صح، ونحن الحمد لله في نعمة. طيب، الحمد لله. أنت توج تكلمتي عن رحلة تطوعية في زنجبار، وتوج جاية والحمد لله على السلامة، الله كيف يسلمك. تخلينا نحن والجمهور نعيش معاك في أجواء من خلال فيديو؟ ممكن أنت تشرحين الحين وتقولين مثلا ونحن نعيش معاك هذا الجو. أشرح الفيديو؟ هي أشرح الفكرة؟ هي بالضبط.
أوكي. أول شيء يعني كإنسانة زين عايشة طول حياتي في مدينة، كانت الحياة هناك بالنسبة لي صادمة. يعني أنا كون إني ما صرت لدولة يعني فقيرة مثل ما نقول، أو unfortunate مثل ما يقولون، كانت يعني طبيعة الحياة هناك، طبيعة التعامل، تعامل الإنسان مع الإنسان، الحياة مثلا أنهم كيف يسيرون المدرسة، كيف يسيرون هاي الأشياء، كانت وايد صادمة بالنسبة لي. أما مع الأيام يوم بديت أتعرف عليهم، بديت أتعلم اللغة، بديت يعني تبغين صدق آخر الأيام ما بغيت أرد. حسيت إنه يعني إنه تبين تدخلين معاهم لدرجة إنك أنت تبغين تعيشين هالحياة اللي تحسين فيها بكل تفاصيلها. جدا جميل صدق، يوم تعيشين تجربة كهذه والناس بحاجة ان نحن نشوف هذه التجربة، حتى لو من لقطات ممكن نحن نعيشها معك. ما برأيك ما هي المواصفات المصور الفوتوغرافي المحترف والمتميز والمبدع من رأيك؟ شو ممكن المواصفات اللي ممكن يكون فيها المصور؟ شوف، أنا ما بجاوبك كمصور، بجاوبك كناشط اجتماعي. الناشط الاجتماعي لأنه هو الشيء اللي أنا داشة فيه، هو مجالي أكثر. فالناشط الاجتماعي المبدع أول خطوة له البحث. دائما لازم يشوف شو الموجود، شو الجديد، شو التكنولوجيز، شو الأشياء اللي ممكن يتعلمها ويطورها في نفسه. ثاني شيء انه يحاول يكون خلاق قد ما يقدر. كون ان الانسان يبحث اوتوماتيكلي يستوي له فكره الكرياتيفيتي. ما بنقول ان ما في حد يعني انه يكون خلاق ولا انه يكون كرياتيف، مستحيل الانسان ما يكون عنده علم. لازم الانسان يكون عنده علم وعقب يطور على افكار الناس، فكره على فكره، فكره على فكره، ويكون محتوى مميز. فهاي هي الطريقة أن أي إنسان يتميز في مجال عمله، يبحث ويحاول يكون خلاق ويطلع يفكر خارج الصندوق مثل ما يقولون. جميل. طبعا عملك في التصوير، شو الشيء اللي أضاف لك في مسيرة حياتك؟ التصوير بشكل عام يخليني أشوف، أنتبه لأشياء يمكن الإنسان العادي ما ينتبه لها. يعني إنك تبغين تلقطين اللحظة، تبغين تلقطين هالصورة، هالزاوية، أوكي هني صح هني غلط. فهالشيء اللي يضيف للإنسان، أتوقع مو بس التصوير، هو الفن بشكل عام. ندقق على الأشياء الصغيرة، سواء الرسام، سواء الفنان الموسيقي، سواء المصور، دائما يحاول يلقط الأشياء البسيطة اللي يقدر يكون منها محتوى. جميل جميل. خبرينا عن مشاركاتك في المعارض أو المسابقات في التصوير الفوتوغرافي. شاركت في بعض المعارض في بداياتي، وفزت في مسابقة ذكر في أبو ظبي، لكن يوم اتجهت الحمد لله، لكن يوم اتجهت للسوشيال ميديا أو شيء، قمت أعرض أكثر في السوشيال ميديا، قمت أستخدم موهبتي أكثر في السوشيال ميديا بدل ما أسير للمعارض، مع أن المعرض شيء وايد حلو أن الإنسان يعرض، سواء دش مسابقة ولا ما دش مسابقة، لكن إنك مجرد إنك تعرض العمل اللي أنت حاطنه، هاي تحس فيه إنجاز. صحيح، مجرد انك انت حاولت او انك انت شاركت فهذا انجاز. تمام. الحين ننتقل لمجال اللي قلتي عنه شوي جديد عليك اللي هو الفيديوغرافي، حدثينا عن هالتجربة اكثر.
موضوع الفيديوغرافي، يعني كنت كون اني انا دارسه اعلام، هالشيء وايد ساعدني ان انا عندي شويه خلفيه عن موضوع التصوير الفيديوغرافي. هالمجال دخلته يوم حسيت انه مثل ما قلت لك قبل شوي، ان التصوير الفوتوغرافي ما كان يوصل الرسالة اللي أنا أبغي أوصلها بشكل كامل، يوصل جزء من الرسالة، ولا زلت أعشق هالنوع من الفن. لكن إني أنا أوصل الرسالة الكاملة، مثلا أغطي مكان ولا شيء بالفيديو، كان هالشيء يعني وايد مهم بالنسبة لي. فوايد طورت في نفسي، وايد بديت أشوف يوتيوب وأتعلم دروس وإديتنج، ونزلت يمكن فوق 600 برنامج لما تعلمت، ولكن الحمد لله يعني وبعدني هسه اتطور. الحمد لله. في حد من الجمهور كاتب عليا تكتب بعد. أنا بعد أعرف أن عليا تكتب، بس في ناس ما يعرفون. خلينا ناخذ تجربتك في الكتابة أو شغفك في الكتابة. شغفي في الكتابة وايد ساعدني أيضا في موضوع التصوير على فكرة، يعني أو يمكن التصوير هو اللي ساعدني على موضوع الكتابة. لو تلاحظين في إنستغرامي، يعني الحمد لله أني أنا كون أني قارئة نهمة وأحب القراية، مثل ما قلتي في المقدمة أنا وايد أحب علم النفس وأحب أني أطور من نفسي في موضوع علم النفس. فهالشيء ساعدني اني اكتب. انا ما بسمي نفسي كاتبه لانه ما عندي اصدار للحين، وكل الجمهور بيسالني ليش للحين ما عندك، لكن ان شاء الله ان شاء الله يا رب. فلو تلاحظين في انستغرامي اني انا اترجم، احاول اترجم الصوره لكلام لخواطر، فهالشيء اللي يعني انا احس انه استوى الاندماج في موضوع الهوايتين. في كلمة دائما تعبرينها عن نفسك، كلمة إنسانة. بطبيعة الحال كلنا ناس أو نحن بشر، ليش تعبرين بكلمة إنسانة؟ لأن فكري أن أنا قبل ما يكون عندي اسم، قبل ما يكون عندي ديانة، قبل ما يكون عندي جنسية، أنا في الأساس إنسان. وايد ناس ينسون هاي الفكرة، الإنسان للإنسان، والإنسانية هي نهجنا، هي فطرتنا. فدايما أحب أذكر نفسي وأذكر اللي يكلمني أني أنا إنسان قبل ما أكون أي شيء، قبل ما أكون عليا، قبل ما أكون ديانتي، قبل ما أكون جنسيتي، قبل ما أكون أي شيء ثاني. عاملني بإنسانيتي مثل ما أنا أعاملك بإنسانيتك. وفي ناس ملاحظين عليك تحبين البومة، شو سر تعلقك بالبومة؟ البومة هي أنا، البومة هي عليا. انزين. الشعب العربي يتشائم الشعب من البومة. يتشائم، ولكن أنا أشوف البومة بطريقة ثانية. وحتى يعني أستشهد بكلام غادة السمان أن البومة يعني هي تقول في إحدى كتبها أن هل رأيتم بومة تلعب في السيرك؟ فهي البومة شيء راكز، شيء هادي، شيء في حكمة. بالنسبة لي أنا أشوف أن البومة تشبهني داخليا في هدوءها، في أن يعني أنا أشوف أن البومة تشوف كل شيء حوالينها لكن تتحرك بهدوء دائما. فأنا أشوف هالشيء يشبهني شخصياً يعني، حلو. وأحب البومة شكلها حلو عيونها كبار تشوف بالضبط عدل الجمال بالضبط طبعا هو بالنهاية مخلوق من مخلوقات الله وفي جمال طبعا. في مجال ذكرناه بأنك مهتمة بعلم النفس، خبرينا أكثر باهتمامك في علم النفس، وكيف وظفتي جانب علم النفس في مسيرتك في التصوير الفوتوغرافي؟ أكيد أنا متأكدة بأن هناك نقاط مشتركة. طبيعي
التصوير الفيديوغرافي أكثر، كون إنك أنتي تفهمين الجمهور شو نفسيته، شو يحب شو ما يحب، شو المود اللي هو يعني المزاج اللي يحبه الجمهور، وتدرسين نفسيته وتدرسين فكرة، هذا يسهل إن أنتي تقدمي للمحتوى. ففي هالشيء علم النفس وايد ساعدني، بالإضافة لأن علم النفس ساعدني أنا شخصياً، دخولي لمجال علم النفس، سوري، دخولي لمجال النشاط الاجتماعي ترى مو بسهل، إن إحنا نتعامل مع الناس وعقليات الناس شيء مو بسهل. فدراستي لعلم النفس وتثقيفي وتطويري لذاتي خلاني أستوعب أن ترى الناس وايد أنواع، وإحنا لازم نتقبل الآخر، لأن الإنسان هو إنسان، فتقبلنا للآخر هي إنسانيتنا. صح، ممكن من أصعب العلوم أصلاً هو أنك تدرس إنسان أو نفس بشرية، لأن في كمية تعقيدات وكمية هو مجموعة إنسان، يعني إذا الإنسان نفسه هو مجموعة إنسان. فكيف إذا كنا نحن ندرس النفس البشرية؟ الحين في سؤال أيضاً، دام أنك أنت قلتي بأني أنا ناشطة اجتماعية، نعيد السؤال بس بطريقة أخرى، شو هي مواصفات الناشط الاجتماعي المتميز؟ مثل ما قلت إنه يكون خلاق، ما يقلد غيره، ما يطلع بصورة مبتذلة، لأن في النهاية الإنسان يمثل بلاده، يمثل عائلته، يمثل المحيط اللي هو فيه. فإنه يكون خلاق في توصيل المحتوى ما يعني إنه يقلل من مستوى نفسه، يكون راقي وعالي في مستوى، لكن في نفس الوقت خلاق ويوصل شيء ما شافه الجمهور. فهني أنا أعتبر التميز دائما. صح، نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. طيب، شو هي طموحات عالية المستقبلية؟ أسافر مثل ما كنا نبغي نسافر في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله عندي طموح إني مثل أكمل مسيرتي في إني أوصل الرسالة للمجتمع قد ما أقدر، عن طريق السفر والتعرف على الثقافات فعليا، مو بس لأن أبغي أسافر، لكن هالشيء أنا أشوفه أنه وايد يطور من الإنسان ويعلي مستواه، يعلي من ثقافته، كون إني أنا أتعرف على ثقافات الناس المختلفة. أيضا أطمح إني أكون رائدة أعمال إن شاء الله، إن شاء الله. وأكون ناشطة اجتماعية مفيدة في مجتمعي، وأقدم له مثل ما قدم لي. موافقة إن شاء الله، نحن كلنا معاك وين ما كنتي إن شاء الله، ونتمنى لك الخير. نبغي نسمع كلمة أو خلينا نقول نصيحة للجمهور أو المستمعين أو لكل حد تبغين يسمع عليا. عندي نصيحتين، ما أني توني تفضلي راضي راحتك. من التطوع وقلت هاي النصيحة. أعتقد أن على كل إنسان أنه يجرب هاي التجربة، أني أنا أحط فلس عشان يوصلونه للفقارة، غير عن أني أنا أبني بيدي وأشوف أن الفقير مستانس، شعوره ثاني تماماً، يعني ما أقدر أوصفه. أبسط الأمور، أبسط الأمور نقدرها عقب ما نرجع من هاي الرحلات وهاي الأماكن. فأنا هاي نصيحتي لكل إنسان، مو بس لكل مسلم، لكل إنسان إنه يجرب هاي التجربة. والنصيحة الثانية إنه لا تتخلون عن إنسانيتكم مهما كانت، لا تتخلون عن مواهبكم، مهما الناس حبطوكم، مهما قالوا لكم ما تقدرون، أنتوا غلط، لا، في دائما مجال، طوروا نفسكم، ابحثوا،
اقرأوا يوتيوب وكل الطرق الإنسان يقدر يطور نفسه. فلا توقفون مكانكم، دائما اسعوا، دائما في خطوة بعدها. بس نصيحة جدا فيها شغف من عيونك، أنا أشوف إن في يعني تتكلمين من إنسانة إلى جميع البشر. جدا أنصح تسمعون هذا الكلام وأنا أولهم، لأن هذه العيون يجب أن تشوف بأن لين وين وصلت نصيحتها. أنزي في وايد أسئلة وفي وايد مدح، وطبعا نحن مهما تكلمنا ما رح نعرف كل الجوانب، لكن نحن حاولنا نختزل ونعرف أهم الأشياء أو أهم الصفات وأهم الأشياء اللي تحبها أو تهتم فيها عليا. خلينا نأخذ كم من سؤال علشان ما يزعلون الجمهور. كل مدح زين. أبغى أشوف بعدني ما شفت. في سؤال من قاسم، ما بديت تفكرين في إخراج عمل سينمائي؟ ما أعتقد أن عندي الأهلية أني أنا أخرج عمل سينمائي، أتوقع يعني أكتفي بالإخراج للفيديو كليبس اللي أنا أسويها. أعتقد أن الإخراج السينمائي بالدراسة دراسة مطولة، فأنا ما أشوف نفسي أن عندي الأهلية لهذا الموضوع، ويعني نترك شو يقولون المثل، نترك الخبزة الخبازة. لكن ما يمنعنا نحن ممكن في المستقبل إذا كان في شيء يحرك شعورها لعليا ممكن تكون تخوض هذه التجربة. طبعاً إذا حسيت نفسي إني مؤهلة للموضوع وبحثت فيه وكان عندي شغف لهالموضوع بالذات، أكيد ما في شيء يوقفني. يرد يقول بالعكس، عندك كل المؤهلات الفنية يا عليا. طيب إن شاء الله. إن شاء الله. نورة تقول متعددة المواهب عميقة رسالتها، التفكير واضح وصريحة في إبداء الرأي. خبرينا، دام أن هي فتحت لي الخيط، أبغي أعرف عن آرائك الشخصية لما تتكلمين. هل في أسئلة أو مثلاً في نقاشات تدخلينها؟ شو هي أكثر نقاشات اللي تحبين تدخلين فيها، أو خلينا نقول يعني يكون للتعقيب أو مداخلات وتحبين ان تدخلين في النقاشات هذه؟ طبعا مواضيع علم النفس اكيد. لان عندي يعني ما بتكلم في شيء انا ما افهم فيه، فاذا شيء انا افهم فيه وشيء عندي علم عنه اتكلم فيه. حتى يمكن عندي بعض الكليبات اتكلم عن مواضيع في يوتيوب ولا في انستغرام، هي كلها بناء على قراية، بناء على دراسات. يعني ما بتكلم لمجرد أني أتكلم، في النهاية ترى الشرائح اللي تسمعني وايد كثيرة ولازم أنا أفكر في هالموضوع. وطبعا علم الاجتماع يهمني جدا أني أرتقي بالمجتمع، يهمني جدا أن إذا أشوف تصرف غلط في المجتمع، لأني وايد أحب بلادي، ف أبغي دائماً نوصل للأحسن والأحسن. إن شاء الله مع صناع مبدعين مثلكم، إن شاء الله نحن نبدع أيضاً ونوصل لأعلى المراتب. في مشاركة أيضاً تقول، أنا كنت ويا عليا في رحلة تطوع. للعلم عليا كانت عندها مشكلة صحية، بس كانت مصرة تشتغل بإيدها وتشل وتحط. عليا ما خبرتنا عن هذه المشكلة، الحين نبغي نسمعها من عليا. أوكي فضحوني. الله يسامح. أنا فيني الديسك في رقبتي، ففي العمل الله يسلمك، ففي العمل في بناء إعادة بناء العيادة لازم نشل بالشيء ولوتي، فالمفروض إني أنا ما أشل أشياء ثقيلة، بس إذا قلت هالمعلومة ما يخلوني أشتغل. فما قلت، بس بعدين فرحتني.
هذا يبين لنا إصرارك في إقامة هذه المبادرات، في أنك أنت تكونين متواجدة رغم كل المشاكل، رغم كل شيء، أن نحن نؤدي هذا الواجب الإنساني البحت جداً. فهذا هاي مبادرة جداً جميلة إنسانية، وايد وايد يعني أنا أشكرك من القلب، لأن اليوم حتى لنا نحن تقولين عليا كانت مريضة وسوت، ليش ما أنا أسوي؟ أوكي، في سؤال يقول كيف كانت تجربتك في السفر روحك؟ بروحك يعني في سفرة كنتي روحك، وشو هي التجربة اللي عشتيها؟ أوكي، كانت سفرة قصيرة جداً، لكن بالنسبة لي هاي كانت من أمتع الرحلات اللي سافرت فيها. كان في طبعاً وايد مخاوف من الأهل وغيره، لكن حاولت أني أثبت أني قد الموضوع. ليش هي من أمتع الرحلات؟ لأن تعرفين الرحلة اللي فيها راحة البال، اللي أسوي الشيء اللي أنا أباه، مو الشيء اللي أنا أضحي فيه عشان المجموعة. فاستكشفت وايد أماكن، وأنا إنسانة وايد أحب أمشي، فاستكشفت وايد 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 أماكن ما كنت مستكشفتها. يعني اتعرفت على ناس، وأمشي وأتعرف على الناس وأسولف مع الناس. فكان تجربة جدا جديدة بالنسبة لي، وأنا جدا فخورة فيها، وأكيد ما تكون الأخيرة إن شاء الله يا رب. تسافرين وين ما تبين، وتتعرفين على ثقافات كثيرة إن شاء الله في العالم، وإن شاء الله نحن بعد وياك. يا رب يا كلهم رب كلهم والله نحن بعد أتمنى نحن بعد يا رب. أتمنى. في وأنت تتكلمين، يعني سؤال في بالي الحين، هي صانعة محتوى وتسافر، السفر شو أضاف لك في صناعة المحتوى؟ جد في كلمة شيء وايد كبير، شيء أكيد. وايد كبير. يعني السفر بحد ذاته علم. يعني أنا ما أشوف، يعني السفر صح راحة واسترخاء، وإحنا نشوفه إنه شوبينج وناسة ومدري شو، بس بالنسبة لي ما أكتفي بس بالتسوق، ولا بس بالجلسة في الكوفيات وإني أتشرى وغيره. لا بالعكس، أحب أتعرف على الثقافات، على أبسط الأمور. يعني بقولتش إنه ليش أحلى دولة صرت لها في حياتي، مع إني كنت صرت لها لرحلة عمل، هي اليابان. لأن اليابان عبارة عن كوكب آخر فعلا. يعني أبسط الأمور لها بروتوكولات، لها ثقافة، لها يعني كل شيء لازم تتبعين يعني سيستمهم. فيعني وايد تعلمت، وايد وايد تعلمت في هاي الرحلة. فكل دولة أنا أزورها أتعلم منها شيء جديد. وحتى في صناعة المحتوى أتعرف على صناع المحتوى عندهم، أتعرف على طبيعة الحياة عندهم، أتعرف وأضيف للمتابعين معلومة جديدة، وهذا يكفيني يعني أني أضيف لهم معلومة وأوصل لهم رسالة. صح، السفر وايد يخلينا متفتحين الآفاق، ويخلينا أيضا نرسل للناس القصص اللي موجودة اللي نشوفها في السفر. في آخر سؤال باخذه، اللي هو ماذا عن موهبتك في الرسم؟ أنا ما كنت عارفة أنها عندها موهبة، ولكن نورة الكتبي أيضا فصحت لنا المجال إن نحن نتكلم في هذا المجال. شكرا لكل من يعرف عليا ويخبرنا عن التفاصيل هذه. الله يسامحهم. موهبتي في الرسم كانت يعني بدأت من يوم كنت صغيرة، لكن للأسف أنا ما طورتها. يعني اتجهت لمجالات ثانية في الفن. لازلت أعشق الرسم، لازلت أروح للمعارض، لازلت يعني أرت دبي أنا يمكن من أول الحضور دائما. يعني أحب هاي الأشياء، وجدا حتى مثلا يوم أسافر الفن هو أول جاذب لي، المباني كيف التفاصيل في المباني والرسم والآرت وهو كله.
لكن أنا ما طورت الموهبة، عندي الموهبة، وساعدني هالشيء على فكرة في موضوع الميك اب. فيعني الحمد لله إن مثلا يعني قدرت أطور نفسي في إنه ترى هو حتى الميك اب، إني أنا أظهر بمظهر أنيق للجمهور، هذا بروحه فن. فوايد يعني الفن بشكل عام والرسم بشكل عام أثر فيني كمصورة، كصانعة محتوى، كميك اب ارتست لنفسي مو للآخرين. فوايد وايد أشياء مبنية على حبنا للفن. صحيح صحيح، أصلا هو أصلا اسمه فن المكياج، فهو من إحدى الفنون، ومو كل حد يتقنه يعني. فوايد قبل لا أودعكم جميعا، وايد أجدد شكري، وايد مشكورة وايد على حديثك العفوي اللي فيه إبداع، فيه شغف، فيه حب للمعلومة. نتريى نقابلك مرة ثانية إن شاء الله في أماكن ثانية إن شاء الله. وايد آراء جدا جميلة وتعليقات جدا جميلة. أنا أصلا استانست من شفت التعليقات. نشوفك إن شاء الله ويجمعنا يا رب على خير في أوقات وفي أماكن أخرى إن شاء الله، ونشوف إبداع عليا. نحن نترقب كلنا إن نشوف إبداعها بإذن الله. إلى اللقاء. مشكورين وايد على كل شيء، مشكورين على الاستضافة، مشكورين على الأسئلة، وأنا جدا سعيدة بهاللقاء، جدا كان خفيف على القلب. أمانة كنت متوترة قبلها بشوي، لكن أسلوبك ما شاء الله وايد عفوي، فوايد ارتحت، وايد استانست بالحديث معك، وتشرفت بمعرفتك. وأنا أيضا تشرفت عزيزتي عليا، وايد وايد مستانسة بأني كنت معاك في هذا اللقاء. وأنا أيضا حتى كنت أول شيء متوترة، ولكن بعد قاعدة أشوف بعد التعليقات، ولكن تشرفت جدا جدا بأني أتعرف على الشخصية اللي كنت أشوفها من وراء الهاتف هذا، اليوم أشوفها وأقابلها وأتكلم وياها. شكرا شكرا يا عليا على عفويتك وعلى حبك وعلى كل شيء قدمتيه اليوم. شكرا، نشكرك نحن كفن وكهاجر. شكرا، يعطيك شكرا العافية. لكم، الله يعافيكم، مشكورين، ما قصرت. السلامة.